أقامت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية حفل إفطار جماعي لموظفي الدائرة بمشاركة كل من دار رعاية المسنين ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال. في إطار التلاحم المجتمعي بين جميع أفراد المجتمع، نظمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إفطاراً جماعياً لموظفيها مع منتسبي دار رعاية المسنين وسط أجواء عائلية. نشاركهم في هذا الشهر الفضيل الإفطار الرمضاني للدائرة، ومنها ننشر قيم التعاون وأن نوصل رحمنا وأن نسلم عليهم وأن نحسسهم أن هذا الشهر شهر كريم على الكل. تأتي هذه المبادرة التي تخللتها محاضرة للشيخ عارف الشحي بعنوان رمضان شهر القرآن، بالإضافة إلى برنامج حواري وتقديم الهدايا للمسنين والأطفال بهدف تعزيز التواصل الإنساني وإدخال البهجة والسرور على كبار السن والاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتقديم خالص الشكر والتقدير لهذه الفئة. الهدف من هذه المبادرة إدخال الفرحة في قلوب الآباء والأمهات ومن يعني أصحاب الفضل علينا. قمنا طبعا بتوزيع الهدايا اليوم بعد على الأطفال، فنتمنى إن شاء الله أن الله يتقبل منا إن شاء الله صالح الأعمال والنيات. مبادرات إنسانية وخيرية شتى تنظمها دائرة التسجيل العقاري تترجم معاني المسؤولية المجتمعية وتعكس دور الدائرة في خدمة المجتمع بكافة فئاته وتعمق التواصل الاجتماعي. مبادرة مجتمعية لها معان كثيرة في شهر الخير شهر رمضان، وخاصة لفئة كبار السن بركة الدار. لأخبار الدار هويدا الشرقي الشارقة.